بنعود لمتابعة أن يكون عالم صباح مع ضيوفي بالاستوديو. أهلا وسهلا فيكم نسرين أبو الحسن وطوني غطاس اللي هو سي او او اي اف بي جروب اللي المنظمة لعدة مؤتمرات ومعارض. حضرتك رح تحكي لنا أكثر عن المؤتمر اللي رح بصير، بس أنت من اي اف بي ولا أنت عم تهتمي فقط في بهالمؤتمر؟ لا زي؟ أنا مديري هذا المؤتمر بأي اف بي. بأي اف بي. طيب وقت نحكي مؤتمر ونحكي مواضيع جدية جدا تطرح وتوصيات وإلى آخره، ونحكي معارض، يعني الموضوع مختلف كليا. خبرينا شوي أول شيء عن المؤتمر يلي رح يتنظم، شو موضوعه وشو السبب يلي صار لتنظيم هيك مؤتمر؟ انت بتعرف هلا انه الفورث اندستريال ريفولوشن عم بتغير الدنيا كلها، وكيف بنشتغل وكيف حياتنا، طبيعه حياتنا وطبيعه تواصلنا. يعني لميات السنين الاقتصاد كان مبني على صناعه واستهلاك اشياء ماديه مثل المواشي، السيارات، الحبوب، الذهب. بس هلا القيمة الحقيقية لشركات مثل أبل، مثل جوجل، حتى مثل ستاربكس مبنية على assets مش ملموسة بقى. سو تكنولوجيا وقصص ديجيتال بالضبط. عم نحكي عن تكنولوجيا. هيدي كانت الثورة يعني الثيرد اندستريال ريفولوشن اللي كانت مبنية على الاي تي والتكنولوجيا والانترنت. هلا الثوره الرقميه الرابعه، الثوره الصناعيه الرابعه، مبنيه يعني هي جمعت بين الانترنت، التكنولوجيا، الماده والبيولوجيكال سفير. سو جمعت كل هولي لتغير كيف طريقتنا بدها تصير بالحياه. يعني لنعطي اكزامبل صغير، مثلا الراديو اخذ 38 سنه ليوصل ل 50 مليون شخص. نعم. الفيسبوك اخذ سنه ليوصل ل 50 مليون شخص. الانجري بيرد هلا اخذ 35 يوم ليوصل ل 50 مليون شخص. يعني بس تو بوت ثينجز انتو برسبكتيف، يعني لنشوف قديش الاشياء صارت عم تتغير والجروث صار اكسبوننشال، بطل بيست اون لينير بيس. بس صارت الامور معناها اقل، يعني قبل كانت معناها اكبر. انا هيك كنت حس وقتها تاخذ وقتها لتوصل، وقتها يكون في شغله كلنا مركزين عليها عم نشوفها. هلا ما بقى في شغله مركزين عليها، صار في عنا يمكن منركز بنفس الوقت على 1000 ايتم عم بيطلعوا مع بعض. 100% ومعك حق، هذا موضوع اساسي بالمؤتمر. كيف بده يضلوا في تركيز على الهيومانيتي يعني تبع النيتشر، على البيئه، مش بس على التكنولوجيا، لانه التكنولوجيا بلا بيئه وبلا انسان. نعم. طيب وقت نحكي عن هيك مؤتمر بده يحكي عن هالمواضيع، هيدي المواضيع اللي تطرح هي توصيات فقط مع هالصناعة ولا أيضا توعية ضد مخاطر هالصناعة؟ لا، هي عن الـ opportunities، الفرص. الفرص. نعم. اللي راح تنوجد لحتى لتطوير هيدي الصناعة. كيف هيدي يعني basically شو هال fourth industrial revolutions، هال emerging technologies، وعم نحكي عن الـ AI، عم نحكي عن البلوكتشين، عم نحكي لما عم نحكي AI عم نحكي artificial intelligence يعني الذكاء الاصطناعي. كيف هالسنسرز اللي عم يسحبوا الداتا كولكشن كلها من اراوند ذا وورلد، شو عم نعمل بالداتا كولكشن؟ قبل كان الذكاء موجود بس بالكمبيوتر، بالماشين، بالسوفت وير. هلا الذكاء صار حوله منا وين ما كان، عم بيصير في داتا كولكشن، عم بيرجع بيصير في داتا اناليسيس، وعم بيصير في عندك بريدكتيف ريزلتس بيست على ديسيجنز، مش وحده ولا اثنين، 10 100، فيك تعرف بلحظه انت لوين هيدي بدها توصلك. هيدا الذكاء الاصطناعي. في عنا البلوك تشين، في عنا الاي او تي، كيف السمارت سيتيز، عم نحكي عن المدن الذكيه كيف هي كلها صارت موصوله، اشارات السير فيك تتحكم فيها من وين ما كان. سو كيف فينا نحن نستفيد من هالتكنولوجيا لنطور المدن الذكيه، لنعطي المواطن حقوق اكثر، ونقدر مثلا اكزامبل ثاني، مثلا بدل ما انت تقدم طلب وتركض وراه من دائره حكوميه لدائره حكوميه ومن بلديه لامن عام، انت صار فيك through the IoT الانترنت اوف ثينجز اللي هي بتوصل هدول الشبكات كلها، بتستعمل 5G اللي هو معقول انطلاقه هلا
قريبا، وهلا بوجود انطلاق كمان التشريع الاي سيجنتشر. نعم. سو هلا هيدا رح يسهل كثير هيدا الشيء اللي هلا بدي سيجنتشر. يعني قصدك القوانين اللوز يعني يعني حطيت لحمايه المواطن وحمايه هي الاشخاص المستعمل يعني. ايه، ولحتى تسهل انه انت مش مضطر بقى تكون موجود لحتى تخلص معاملاتك، صار فيك ثرو اونلاين تخلص كل المعاملات. طب انا بس احكي دائما عن الصناعه، على الصناعه وخاصه عن التكنولوجيا والصناعه الرابعه. هون عم بحكي عن تامين فرص عمل للشباب، لتامين شركات ومؤسسات صغيره من قبل اشخاص بارعين، ومثل ما بنعرف دائما بلبنان عندنا هالموضوع هذا. طب كثير منيح، ولكن انا ما بعرف ليه بشوف دائما مع كل هالمؤتمرات يجب ترافق مع مواضيع توعوية لازم تصير كمان على مخاطر التكنولوجيا. هل موجودة بالمؤتمر؟ ما بعرف إذا عندك فكرة ولا بروح على نسرين. في الغرض المهم من هالمؤتمر شغلتين. أولا نقدر نجهز the future generation، يعني جيل المستقبل يكون حاضر لهالجوب opportunities يلي رح تنخلق، وبنفس الوقت بده يكون في توعية من اختصاصيين بالمراحل يلي غير دول مرقوا فيها ليكون عندهم الجهوزية الكاملة طبعا يكونوا حاضرين ومهيئين لهالموضوع. وقت نحكي نحن عن فرص الشباب، قديش في أشخاص مغبونين وخاصة بلوكل يعني لبنانية ما عم يقدروا يحصلوا على فرص عمل لاستعمال ذكائهم يلي هو ذكاء طبيعي ليتحول شغلهم لذكاء اصطناعي من خلال ايتمز ممكن يخلقوها بالثيرد اندستريال ريفولوشن. خسروا عالم اشغالهم من وراء. نحن عندنا شغلتين عندنا اياها كانسان، كوجنيتيف سكيلز وفيزيكال سكيلز. اوكي، الفيزيكال سكيلز كلها خسروها العالم بوقت الثيرد اندستريال ريفولوشن والميكانيكال وكل هول. هلا صار في عندك عم تخسر كمان الكوجنيتيف سكيلز. ليش؟ لانه في الاي اي فات بالدق هلا، الارتفيشال انتليجنس. سو هلا ما بقى نتكل على نحن كيف بدنا نقرر، لانه بس بيضلوا في عندك السوشيال والايموشنال سكيلز. هلا شو عم بيصير ان بارلل لهيدا الشيء؟ بدنا نركز على، بدل ما نركز بس على الادوكيشن التراديشنال ادوكيشن اللي هو سكولز والكولجز واليونيفرسيتيز، في عندك شيء اسمه كونتينيوس ليرنينج. والكونتينيوس ليرنينج بيساعد الانتقال بهيدي المرحله لحتى العالم اللي هلا منهم مجهزين. في عندك اب سكيلينج وري سكيلينج. هول العالم اللي مش مجهزين حاليا يا خسروا وظايفهم يا اما تخرجوا بلا السكيلز المطلوبه، المهارات المطلوبه. هول الشركات والان جي اوز عم بيشتغلوا بقوه لحتى تو اب سكيل وري سكيل هول العالم ليفوتون. طب انا خلص وقتي، بس بدي بشكل كتير سريع المشاركين المحاضرات ليفيدوا. اي متى المؤتمر؟ المؤتمر بيكون ب 22 ل 24 جانيوري 2019 بالميدل ايست تريننج سنتر، يلي هو من احدث غرف المؤتمرات الموجوده في نعم. ومين رح يشارك بمحاضرات وبتوعيه؟ كونه هيدا مؤتمر بمس كل منطقه بحياتنا وكل سيكتور بحياتنا. عندك كل فئات، يعني كل السيكتورز تبعول، عم نحكي تيليكوم، اجريكلتشر، هيلث كير، education manufacturing، يعني كل هول السيكتورز معنيين بهذا الموضوع. حتى الاهل اللي بدهم يواجهوا اولادهم معنيين بهالموضوع. يعني جدا شامل، وكي بلايرز من كل الايكو سيستم، الديجيتال ايكو سيستم رح يكونوا موجودين ليضووا على كل النواحي. بالتوفيق. يعني نحن بحاجه لهيك نوع من المؤتمرات. ثانك يو الاي اف بي كمان ل الإدارة الصحيحة والمضبوطة والتنفيذ البرو. يعطيكم ألف عافية نسرين وطوني. بالتوفيق، شكرا. ونشوفكم بكل شيء جديد. شكرا للفيوتشر تي في. ثانك يو.